لو الحكاية فيها إن فيتو وحقيقي بحس ان نفسي في كل مكان في مصر يبقى فيه حاجه بتمتع شبابنا وبتطلع المواهب الجديده وبتدعمهم وبتشجعهم وبيلاقوا رابطه تعمل لهم تواصل حقيقي زي ما بيحصل هنا. الحقيقه جهد كبير جدا جدا جدا. انا بعرف اطفال من مساءه الصبح بيغنوا وبيلعبوا موسيقى والنهارده بقوا رموز مهمه جدا ومسؤولين في بلدنا. فانا نفسي 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 ان احنا كلنا يعني ندعم هذا المكان وان احنا يبقى فيه كذا مكان لسيد الصاوي مش بس هنا. انا عايزه في مصر الجديده وعايزه في بنها وعايزه في كل حته في مصر.